طالبت مصلحة الطيران المدني ببنغازي النائب العام بضرورة فتح تحقيق شامل وجاد في حالات الهجوم المتكرر على مطار معيتيغا بالعاصمة طرابلس. وأعربت المصلحة عن إدانتها لاعتداء الميليشيات المسلحة على مطار معيتيغا الدولي، والذي أدى إلى إصابة الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية، مشيرة إلى أن مثل هذه الاعتداءات تعرض أمن وسلامة وحياة المدنيين المسافرين والمقيمين بمحيط المطار للخطر وزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة أعمال العنف، والعمل على تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة للعدالة ومحاسبتهم.